بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد جاءنا سؤال: لماذا تدرسون هذه الصفات وقد سلمتم بأن الصفات لله سبحانه وتعالى كثيرة؟ قلتم إن الله تعالى موصوف بكل ما وصف به نفسه مما هو ثابت في هذا الباب مقطوع به، فلماذا تدرسون فقط هذه الصفات التي ذكرتموها، صفات المعاني والصفات السلبية وإلى آخره؟ وهذا سؤال جيد، وجوابه في الآتي: نحن في استقرائنا لصفات الباري جل جلاله التي جاءت في القرآن والسنة والتي دل عليها العقل، وجدنا أن صفات الباري سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو صفات الكمال. ما معنى صفات الكمال؟ هي الصفات التي إذا لم يتصف بها لا يكون إلها، فلا يصلح للإلهية. والصنف الثاني صفات جلال، وهي صفات الرهبة والتعظيم. حينما أقول العظيم، القوي، المتين، المنتقم، كلها صفات ثابتة للباري سبحانه وتعالى بأدلة. وصفات أخرى التي فيها اللطف والرأفة والرحمة تسمى صفات الجمال. اللطيف، الرؤوف، الحليم، وهكذا. فالصفات الإلهية بالاستقراء التام في هذه الزمر. كمال، جلال، جمال. ولكن في الدرس نقدم الأهم للطالب فيما يجب اعتقاده عليه تفصيلا. أما الاعتقاد الإجمالي فنقول آمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله، وهذا الذي روي عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الذي تجده في أصحاب المتون. خذ مثلا يعني الإمام الدردير بعد أن ذكر الصفات وما يتعلق بها ماذا قال فيما يجب عليك إيمان به؟ وكل ما جاء من البشيري، وكل ما جاء من البشيري من كل حكم صار كالضروري. فكل ما جاء من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليك الإيمان به. طيب لماذا لا أدرس مثلا أسماء الله الحسنى في باب الصفات وهي كثيرة؟ أولا نص على في المقدمات ماذا قالوا: لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. هذا كلام صاحب الجوهرة، يريد أن يوجز لك، فإذا أراد أن يوجز ويختصر ماذا يذكر لك؟ يذكر لك الأهم فالأهم. ما هو الأهم؟ صفات الكمال هي الأهم. يعني إله ليس رحيما، يمكن أم لا يمكن؟ العقل يعني يمنع منه، يعني ربنا جل جلاله لو شاء لا يكون رحيما، هذا يمكن أو لا يمكن؟ يمكن أن لا يكون رحيما، ولكن هذه صفة فضل من الله سبحانه وتعالى، صفة فضل. يعني لو قال باسم الجبار المنتقم سنقول باسم الجبار المنتقم في كل صلاة وفي كل عمل، لكنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه صفات فضل ثابتة بلا شك.
على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فنحن لم نختصر الأسماء والصفات ولم نوجز الأسماء والصفات، ولكننا قدمنا الأهم. ما هو الأهم؟ الصفات العقلية، لأنك تحتاجها في مناظرة الخصم والعدو للإسلام، ولتقنع من ليس مسلما أن يسلم. فنبدأ بالمعقولات: إرادة، قدرة، علم، وهكذا. ونثني بالتي جاءت بالسمع مقطوعا بها، ونحتاجها في هذا الباب، في باب الكمال. ولكن في أشياء مثلا لم ندرسها، الحكيم، الحكيم لم ندرسها، لم نذكرها في صفات المعاني. ثابتة أم ليست ثابتة؟ هي معتمدنا في باب أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، في دليل العلة الغائية معتمدنا صفة الحكمة. فهذا الكون المتقن لابد أن يكون صنعة إله حكيم. إذن عدم سردنا لكل صفات الله جل جلاله في مكان واحد لا يوهم إلا عند الجاهلين أن نترك هذه الصفات. الذين شرحوا أسماء الله الحسنى من؟ الغزالي من أئمة الأشعرية، الرازي من أئمة الأشعرية، القرطبي من أئمة الأشعرية، ما هو لكنه في إيجاز، وقبل ذلك البيهقي في الأسماء والصفات. فهناك مقام التطويل والتفصيل، وهناك مقام الإيجاز. في المتون هو مقام الإيجاز، ولكل مقام مقال. الصفات ثابتة، بل أزيدك من الشعر بيتا أقول: لا، ليس فقط الذي جاء في الكتاب والسنة، الله جل جلاله موصوف بصفات كمال وجلال وجمال وصفات أخرى لا تطيقها عقولنا، لكن كل كمال يوصف به الله سبحانه وتعالى. كيف عرفت هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنزلته في كتابك أو كذا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن الاسم يدل على صفة، إذن هناك صفات استأثر الله تعالى بها نحن لا نطيقها، طاقتنا البشرية لا تحتمل هذا. فالله تعالى موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص. لكن في باب الدرس ندرس الأهم الأكثر أهمية، والثاني أيضا مهم. الأكثر ما أهمية في حق الله؟ لا، في حق اعتقادي بالله سبحانه وتعالى. فإذا دل الاستقراء على صفات كثيرة، اقتصرنا على ما هو الأهم بالنسبة لاعتقادنا في حق ربنا سبحانه وتعالى، بحيث إذا ما اجتمع في اعتقادك هذه الصفات لله سبحانه وتعالى لا يتسرب إلى عقلك في حقه أدنى نقص أو وهم، تعلم أنه مريد أراد كل شيء، أنه سميع بصير، أنه عالم قدير حكيم قدير عليم، لكن لا ينفي ما عداها. فتنبه إلى هذا، فإنه قد أشكل على كثير من السذج. وحينما استشكلوا هذا ماذا فعلوا؟ حاكمونا على اعتقادهم هم وليس على اعتقادنا. قالوا: أنتم يا أشعرية ويا ما تريدية جعلتم الصفات ستة ولا سبعة، سبعة ولا تسعة ولا ما أعرف إيش، كله وهم. هذا لا، غير صحيح هذا، وقد ركزنا على هذا مرارا وتكرارا. أنت تحب أن تتوسع في هذا الباب؟ عليك بالأسماء والحسنى والصفات، وعليك إذا أردت أن تكون بشكل عملي كيف تستفيد، عليك بكتاب حجة الإسلام الغزالي المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، لعلنا نتكلم عن هذا الكتاب تفصيلا في يوم من الأيام. إذن الصفات
زمرها ثلاثة: كمال، جلال، جمال. في باب الاعتقاد نركز كثيرا على صفات الكمال ولا ننفي باقيها. أهل التصوف يركزون على صفات الجلال والجمال، لأن العبد ما بين جلال وجمال. فإذا تعرف عليك بالجلال، يعني بالشدة والبلاء، كما يقول ابن عطاء الله السكندري: إذا فتح عليك بابا من التعرف فما هو مورده عليك خير مما أنت مورده عليه. يقول إذا الله تعالى هنا تجلى علينا باسم من أسماء الجلال، وإذا تجلى علينا بصفة من صفات الجمال وما أكثرها، وهي الأصل في حياتنا وفي حياة الناس، نشكر الله سبحانه وتعالى. فأهل التصوف يركزون على هذا، فيقولون في كل جلال جمال وفي كل جمال جلال، لأن الذات واحدة، فجلال الله في جماله وجماله في جلاله. كيف؟ في كل جلال جمال. حينما يأتيك البلاء يأتي مع يفتح لك باب من الرحمة معه، وهو التوجه إليه سبحانه وتعالى، وهو الحسنات التي تأتي. وإذا أعطى أدهش، ففي جلاله، ففي جماله أيضا جلال، يعطي جل جلاله بغير حساب، فهو يعطي عطاء عجيبا لا نستحقه سبحانه وتعالى. فجلاله في جماله. الصوفية يركزون على هذا الجانب، وهم أيضا من الأشعرية، على الجانب الجلالي والجمال، كما يركزون قبل ذلك على ماذا؟ على لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تحقق العبودية. فإذا هي قضايا اختصاص، كل فرع من فروع العلوم الدينية اهتم بشيء اهتماما زائدا، لا نقول أهمل الباقي، لا 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 لا، لا يوجد إنسان مسلم يهمل الباقي، فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله جل جلاله وتعالى سلطانه أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يتحفنا دائما بالجمال، وإذا ما تجلى علينا بشيء من الجلال نسأله المزيد واللطف، المزيد من اللطف فيه والرحمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.